بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن لحم السمك. يؤكد العلماء أن بروتين السمك ذو قيمة غذائية عالية، سهل الهضم ولا يخلف بعد امتصاصه إلا القليل من الفضلات. واللحم الأبيض منه أسهل هضما من اللحم الآخر، ولذا فهو يعتبر غذاء مفيد لمرضى المصابين بالاضطرابات في جهاز الهضمي، كما يحتوي جميع البروتيدات الرئيسية، ويتميز الدهن الموجود في السمك بقناعه بالحموض الدسمة الغير المشبعة، وهي حموض مفيدة جدا وتتصف بقدراتها على حفظ مستوى الدهون في الدم. أيضا مما يجعلها مفيدة من الوقاية من تصلب الشرايين في القلب، وخاصة من أمراض الشرايين. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم، يتكلم عن السمك: هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. سورة النحل آية 14: فقد سخر الله لنا البحر لنأكل منه لحما طريا، كما يقول تبارك وتعالى: هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. طبعا يتميز بقيمة غذائية عالية. صراحة ما نقول سبحان الله، والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذا الغذاء المفيد لجسم الإنسان، والله أعلم.